السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أيامكم ولياليكم بكل خير. موضوعنا الآن عن التغيير، مهارة التغيير. العديد من الناس يواجهون صعوبة في عملية التغيير، يواجهون عوائق ذاتية عقلية ذهنية، يقولون كل شيء صعب، ما نقدر نغير، جربنا كل شيء، حاولنا أكثر من مرة وكل مرة نفشل ولا نستطيع. لا، وعندهم استشهادات حكيمة، يعني هم أذكياء. القط الكبير ما يتربى، من شب على شيء شاب عليه وتماشي. دائما الشخص الفاشل الكسول ما يحب يتعب نفسه، لديه عذر لكل عملية تغيير، وأحيانا يقول أنا مرتاح، أنا مبسوط، ما في داعي أن أغير، ما أحتاج للتغيير. هذا انسجام مع الخطأ. وبعضهم يقول اصبر على مجنونك لا يجيك أجن منه، ويبقى على ما هو عليه. أمثال غريبة عجيبة. ومنهم من يستخدم أسلوب الجنون، قانون الجنون، يعني يعيد الشغلة ويكررها وينتظر نتيجة مختلفة. حبيبي، إذا كنت تصنع ما كنت تصنعه دائما فستحصل على ما كنت تحصل عليه دائما. الأمر اللي يغيب عن كثير من الناس هو أن عملية التغيير حاصلة بشكل دائم ومستمر، شئت أم أبيت. فبما أن التغيير حاصل، فمن الجيد أن نوجه هذا التغيير نحو الاتجاه الصحيح، نحو الأفضل. خذ هذه المعلومة، أي عملية حركة أو سكون أو مؤثر خارجي أو داخلي إيجابي أو سلبي سيحدث تغيير في داخلك. ولذلك يبدأ عقلك في بناء استراتيجيات جديدة، فتلاحظ بأن عاداتك تتغير دون أن تشعر، فجأة أصبحت شخص آخر. طبعا الفجأة ما هي فجأة، هي بتدرج، ولكن لأنك نايم طول هذه الفترة صحيت على التغيير فقط فوجدت التغيير. كنت ترتكب أخطاء صغيرة، تغييرات بسيطة أنت ما تشعر فيها، مع مرور الوقت تراكمت وشكلت استراتيجية وشكلت لك شخصية وعادة. هذه العادة اللي أنت الآن تبي تغيرها تقول أنا ما أستطيع، وعندك ألف عائق وعائق للتغيير. طيب كيف سويتها؟ أنت شخص ناجح في التغيير، قادر على التغيير، تتغير في كل لحظة، وأنت تسمعني الآن تتغير، أنت تغيرت عنك من دقيقة. خذ القاعدة الأولى، يقول الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذن هي النية، العزيمة الصادقة، الدافع الداخلي، الاشتعال القلبي، هل لديك رغبة في التغيير أم لا؟ ثانيا الهدف، ما هو هدفك الذي تصبو إليه ما بعد التغيير، شيء تتمناه في المستقبل. كنت في الماضي شيء والآن أنت تشتعل رغبة في التغيير، فماذا تريد أن تكون في المستقبل؟ ثالثا ما هي الخطوات العملية لكي تبدأ في التغيير؟ ما هي الخطوة الأولى في هذه اللحظة الآن؟ طبعا الأهداف والخطوات العملية تحتاج إلى ورق، لابد أن تكتب هذا في ورق. حدد الفرص واعمل على تعزيزها، حدد المعيقات واعمل على إيجاد حلول لها. شيء مهم، خطأ يقع فيه كثير من الناس، ما تريد أن تكون عليه هذا هدف، هذا حلم، لكن ما هي الخطوات العملية؟ ما هو الشيء الذي إذا فعلته الآن ستكون قد خطوت خطوة واحدة إلى الأمام؟ النقطة الأخرى، ما أدري هي الثالثة أو الرابعة، عموما أن يكون التغيير عن طريق علم ومعرفة، مش كلام فاضي وأوهام. وفي موضوع التغيير والمعرفة والعلم ارجع للعلماء، لا تفتي أنت من نفسك إلى نفسك، لابد أن ترجع للعلماء، لأن المعلومات القديمة اللي عندك ما نفعتك، طول حياتك كنت في خطأ وتحتاج الآن للتغيير. اختصاصي سلوك، اختصاصي نظم عقل، اختصاصي اتصال، مدربين، استشاريين، مساندين نفسيين،
مهم جدا أن ترجع لمحللي السلوك، محللي البيئة، محللي الشخصيات، محللي الأنماط حتى تستفيد. لجوءك ورجوعك للاختصاصيين سيوفر عليك الجهد والوقت، ستتغير بشكل أسرع وأكثر إتقاناً. الخطوة الرابعة أو الخامسة، ما أدري، أنا لا أعد حقيقة، كل شيء مباشر. لا تندفع، ابدأ خطوة خطوة خطوة. السبب أن لا تفاجئ الدماغ، في الدماغ برمجة خاصة في لوزة الدماغ تمنع عملية التغيير الجذري المفاجئ، لأن التغيير المفاجئ يفاجئ لوزة الدماغ ويعطي إنذار بالخطر، وهذا الخطر يعني انعكاس في السلوك، مواجهة. وحتى نتخطى البرمجة الدماغية الأساسية في عملية المواجهة والعناد والعائق نتدرج. أنت تريد أن تجري وتدخل سباق ماراثون طويل، ابدأ بالمشي بسرعة عادية ثم طول. عملية التدرج تخدع لوزة الدماغ وتعطيها نوع من الأمان، لأن الأمر ما في أي خطورة، تغيير بسيط 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 بسيط, بسيط. أيضا عملية التدرج تعطي الدماغ فرصة لبناء شبكة عصبية جديدة. هذه العملية تعني ممرات مختصرة سريعة لاتخاذ القرار في نفس عملية التغيير. مع الاستمرار والتكرار يقوم العقل بتولي نظام واستراتيجية دائمة، هي العادة الجديدة. إذن العادة الجديدة هي عبارة عن تشكيلات وتغييرات بسيطة واحدة تلو الأخرى على شكل سلسلة. هذه السلسلة هي الاستراتيجية العامة للعادة الجديدة ومسار التغيير الذي تصبو إليه. هذا يحدث مع الوقت. إذن تضع جدول زمني، تطور خطواتك في أي عملية تغيير مع وجود زمن. بمعنى آخر، تقوم بعمل لمدة أسبوع، الأسبوع القادم تزيد الجرعة، وهنا تبدأ العملية في التطور. مع الخطوات السابقة يبدأ التغيير في التطور بشكل أسرع 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 أسرع. ثم أن هناك مستويات ومسارات لهذا التغيير، تغير على مستوى السلوك، على مستوى البيئة، على مستوى القدرات والمهارات، على مستوى الهوية، على مستوى القيم والمعتقدات، وتغير على مستوى الصلات الروحية. كل عملية تغيير يجب أن تقودك إلى الجنة، إلى الله عز وجل، إلى رضا الله سبحانه وتعالى. هذا مختصر مبسط عن عملية التغيير، وداخل هذه العملية تفصيلات كثيرة وطرق وأساليب أخرى متعددة. وإلى هنا أنا أستودعكم الله، وتصبحون على خير.